من جديد أهلا بكم. كتب وموسيقى ولوحات زيتية ومنحوتات وأفلام وغيرها العديد تعتبر حقا للمؤلف. هذا المصطلح القانوني الذي يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، فما هي الحقوق القانونية للإبداع والابتكار، وكيف تتصرف في حال اعتداء أحدهم على ملكيتك، وأهم النصائح التي نستطيع الأخذ بها؟ كل هذه الإجابات سنتعرف عليها الآن مع ضيفتنا المحامية فاطمة الفاعوري. أهلا بك فاطمة. يعني نريد أن نعرف في البداية ما هو حق المؤلف؟ صباح الخير. صباح النور. أول شيء بدنا نحكي من هو المؤلف. نعم. هلا المؤلف حسب قانون حماية المؤلف لعام 1992 هو كل عمل فيه إبداع وابتكار هو مؤلف، بمعنى الرسام مؤلف، كاتب الروايات مؤلف، الملحن مؤلف. هلا البنود اللي وردت في قانون حماية المؤلف هي نصت على حقوق وواجبات المؤلف. من أهم الحقوق عندنا بس بنقدر نحكي عن حقين، هو الحق المادي والحق المعنوي. الحق المعنوي بمعنى إنه من حق المؤلف أن يرجع المصنف لإله، بمعنى أن يذكر اسمه على المصنف. هذا بالنسبة للحق المعنوي. بالإضافة لعنا حق تاني، أنه هو الشخص الوحيد اللي بيقدر أنه له حق في النشر أو بالتعديل أو سحب المنشورات الموجودة في السوق. أما الحق المادي هو نقدر نحكي بعبارة تانية هو الاستغلال المادي، بمعنى أنه هو بيقدر أنه يأخذ تعويض أو مش تعويض، مثلا بدل تعبه وجهده بمبلغ من المال. نعم. هل هناك شرط أنه يكون الشخص مسجل فكرته أو عمله في دائرة المكتبة؟ طبعا هو أم أنه بيطلع له يرفع دعوة إذا في حال سرقته، يعني سرقة أفكاره؟ هلا اهم ضمانه لحتى انه مثلا المؤلف يضمن حقه في الرجوع على اي اعتداء على المصنف تاعه، انه ينسب هذا المصنف لإله. اوكي. طبعا زمان بالقوانين قبل التعديل انه كان في شرط انه لحمايه هذا المؤلف يجب انه المصنف نفسه ياخذ رقم ايداع. مع التعديلات سواء اخذ رقم ايداع للمكتبات الوطنيه او لم ياخذ، طالما انه هذا المصنف منسوب له فهو يتمتع بالحماية ضمن قانون حماية المؤلف. ولكن إذا كان مش مسجل كمان بيطلع له أنه يطالب فيه. طب إذا أردنا أن نتحدث عن حق المؤلف، هناك أيضا ما يسمى الشريك. من هو الشريك في تأليف المصنفات سواء السينمائية الإذاعية أو التلفزيونية؟ الشريك هو المخرج، بمعنى أنه من قام بعمل مباشر وبعمل إيجابي لتنفيذ هذا المصنف. مثلا واضع الموسيقى، إذا كانت هاي الموسيقى وضعت خصيصا لهذا المصنف. بنقدر نحكي كمان المؤلف الحوار أو البرنامج الإذاعي كمان يعتبر شريك مع المؤلف. أيضا ممكن يعني في من لاحظ في الأعمال كمان، في مثلا عندنا مطاعم ممكن يكون عندها اختراع لرسومات لأشكال، هاي بتقدر المطاعم تحمي ملكيتها الفكرية؟ هلا ورد في المادة الثالثة من قانون حماية المؤلف المصنفات اللي بتتمتع بهاي الحماية. من هاي المصنفات اللي هي المصنفات اللي بيكون فيها إبداع وابتكار، سواء كانت هاي المصنفات أداب أو فنون، سواء كان تم التعبير عنها بالرسم أو الغناء أو الشعر وغيرها، هاي بتتمتع بالحماية ضمن قانون حماية المؤلف. طبعا أكيد. يعني طب شو الفرق بين حق المؤلف أو حماية حق المؤلف وأيضا الملكية الفكرية، وشو أنواع الملكية الفكرية؟ هلا كمان ورد بالمادة الثالثة أنواع الملكية الفكرية حسب ما وردت، اللي هي الكتب وغيرها من المواد المكتوبة، الموسيقى ملكية، الأعمال المصنفات السينمائية والإذاعية سواء بصرية أو مسموعة، هاي تعتبر كمان ملكية فكرية. الخرائط تعتبر ملكية فكرية. إيش كمان بنحكي؟ العلامات التجارية ممكن تكون ملكية فكرية. العلامات التجارية هي بتدخل بضمن مفهوم تاني شوي. في عندنا كمان المنحوتات، الرسومات ملكية فكرية جميعها. طيب اليوم
شخص تعرض لسرقة فكرته أو عمله أو منتجه، كيف ممكن يتعامل مع الموضوع؟ أول شيء طبعاً القضاء بيتم ضبط أول شيء أي اعتداء. طبعاً بيكون هناك في تعويض حسب الاعتداء، طبعاً إحنا ما رح نحكي سرقة، بنحكي اعتداء. طبعاً هذا التعويض بيكون تعويض مالي مع المسؤولية الجزائية طبعاً المترتبة على هذا الاعتداء. إذا أردنا كمان نتحدث أكثر عن المدة اللي بيستغرقها تسجيل الفكرة أو المنتج للشخص، قد إيه بيحتاج وقت ليسجلها وتصير منسوبة له؟ هي إجراءات بتكون بين المؤلف وبين الجهة أو المؤسسة المسؤولة عن التسجيل، بس يعني هي إجراءاتها بتكون بمجرد إنه تم وضع المؤلف بين إيديهم، يعني ما بتستغرق وقت كتير. طب أحياناً ممكن يكون في لغط بين الاعتداء أو إنه تنفيذ فكرة أخرى أو يعني إنتاج منتج شبيه ولكنه غير اعتداء على المؤلف، إذا أردنا أن نحكي دائماً كيف نفرق بهذا الموضوع؟ هلأ دائماً بيسألونا إنه مثلاً إذا إحنا كان في عنا فكرة مشابهة بس تم التغيير أو مثلاً تم التعبير بكلمات أخرى أو إضافة كلمات أخرى، هنا ما في اعتداء، هنا بصير عنا في ابتكار جديد. فهنا يعني مصطلح الاعتداء بيكون ملغي، لأنه الاعتداء هو نصا بمعنى إنه أخذ الفكرة نفسها، عرفتي؟ يعني أخذها بحذافيرها، يعني بكلماتها من دون تغيير أو تعديل. أما إذا مثلا أنا كان عندي فكرة مشابهة أي كان الفكرة، سواء كانت مكتوبة أو مثلا رسمة مشابهة بس فيها تغييرات، هاي تعتبر ابتكار جديد مش إنه اعتداء. طب إذا أردنا أيضا أنه نتحدث عن فكرة جديدة طرحت أو عن منتج جديد كان موجود، هذا بيضل حق للمؤلف مدى الحياة أو ممكن مع الوقت يصير شيء متداول وعادي، يعني يصبح خارج عن حق المؤلف؟ يعني حسب طبعا بقانون حماية المؤلف، طالما أنه المصنف ما انتقل إلى الملكية العامة فإن المؤلف المبتكر بتمتع بحماية. كيف بينتقل للملكية العامة؟ يعني شو هي الملكية العامة؟ الملكية العامة مثلا زي ما نحكي إنه كيف الفلكلورات الشعبية هاي انتقلت للملكية العامة، مثلا في عنا المصنفات المستثناة من قانون حماية المؤلف، مثلا القرارات القضائية هاي مثلا مستثناة من قانون حماية المؤلف، في عنا مثلا الأخبار والأنباء المنشورة هاي مستثناة من قانون حماية المؤلف، بس ما بيمنع إنه إحنا مثلا لما ننقل أخبار أو مصدر مثلا أو خبر سياسي سوري إنه نذكر المصدر اللي إحنا أخذنا منه هذا الخبر. طب إذا أردنا أيضا نتحدث عن، يعني أنا ببحث كنت في الموضوع، كان في شيء بتعلق بالممثلين أيضا إنه ممكن يتم سرقة حقوقهم، لكن ما فهمت يعني إذا كان الشيء مش منتج مادي أمامي كيف ممكن تكون في سرقة؟ عرفتي يعني مثلا كدور مثلا في مسرحية ممكن يتم سرقته أو كأداء أو من أي نواحي؟ يعني احنا حكينا انه مثلا الدور، ما هو اذا كان في دور بيكون في مؤلف عندنا، فهاي تعتبر اعتداء، لانه احنا حكينا من ضمن المصنفات اللي بتدخل ضمن قانون حماية المؤلف هو مؤلف الحوار، سواء كان حوار سينمائي حوار اذاعي، هذا من ضمن الاعتداءات اللي احنا القانون حماية المؤلف بيحميها. نعم، واذا اردنا كمان نتحدث في حال رفع دعوى بما يخص هذا الموضوع، المدة اللي بيستغرقها القضاء ليفصل بمثل هذه القضايا؟ شوفي هي إجراءات، يعني مثلا إذا من وقع عليه الاعتداء إنه أول إشي بلجأ للمحكمة، طبعا المحكمة بصير ضبط لعملية الاعتداء، بعدين بصير في عنا حسب طبيعة الاعتداء ممكن يكون في عنا حجز تحفظي حتى يتم إثبات عملية الاعتداء. نعم، المحامية فاطمة الفعوري شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية. شكرا.